أصدرت تركيا بيانا رسميا حول الصراع الدبلوماسي مع هولندا، ما زاد حدة التوتر بين الجانبين. وكان نائب الرئيس التركي قد أعلن عن قطع كافة الحوارات رفيعة المستوى بين البلدين. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء أن السلوك الأخير لحكومة بلاده يستهدف نفوذ اليمين المتطرف في دول الاتحاد الأوروبي ولا يستهدف الناس العاديين، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي ليس مؤهلا لتعليم أحد ما هي الديمقراطية والنظام القانوني والمساواة والعدالة، مشيرا أن الفاشية قد تفشت في دول أوروبية كثيرة. وفي اليوم ذاته أصدر رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم نفس التصريحات قائلا أن عدو تركيا الآن بعض الساسة في دول الاتحاد وليس الأوروبيين العاديين. هذا وأعلن حزب أردوغان حزب العدالة والتنمية أن أعضاءه سيستقلون من مجموعات الصداقة بين البرلمانين التركي والهولندي وإلغاء تلك المنظمة إلا في حال اعتذار الحكومة الهولندية رسميا عن رفضها دخول وزير الخارجية التركي للبلاد للترويج لاستفتاء تعديل الدستور. وفضلا عن ذلك أعلنت حكومة مدينة اسطنبول عن إيقاف توأمة المدينتين مع روتردام الهولندية، بينما قالت الإدارات التركية المعنية بالشؤون الأوروبية إن تركيا أوفت بجميع المسؤوليات لاتفاق اللاجئين، لكن الاتحاد الأوروبي لم يفي بالتزاماته والسماح بدخول المواطنين الأتراك بدون تأشيرة، ما يعني عدم حاجة تركيا للالتزام باتفاق اللاجئين.